والكل عارف هذا الشيء. وصلنا لتسع وزيرات في دولة الإمارات. بهدف إعطاء دفعة جديدة لتمكين المرأة في الإمارات، خصص المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بإمارات الشارقة مساحة كبيرة للسيدات بتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه في كافة المجالات داخل المجتمع. وفي إطار اهتمامه بتطوير دور المرأة، أقام المنتدى خلال دورته الثامنة التي عقدت يومي الأربعاء والخميس جلسة حوارية بعنوان ريادة الفكر الداعم للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة. تناولت الوضع الحالي للنساء الإماراتيات بشكل خاص وللمرأة العربية بشكل عام. وافتتحت الجلسة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة غير الربحية التي يعتبر رئيسها الفخري الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مؤسسة نماء تترجم الموقف العلمي. وشددت ريم على أهمية تغيير سلوك المؤسسات وصياغة قوانين تدعم مساعي دمج المرأة في القطاعات كافة وفي القطاع الخاص على وجه التحديد، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة في الإمارات من الحكومة، كما أبرزت تأسيس مجلس للتوازن بين الجنسين في عام 2015 وتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني والاتحادي للنساء. كما شاركت في الجلسة نوف تهلك مستشارة الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، والتي سلطت الضوء على المكانة العالية التي تحظى بها المرأة الإماراتية في الوقت الحالي بدعم من الحكومة التي تشغل بها المرأة 9 وزارات، مشيرة إلى بداية هذا الاتجاه في عام 2012 عندما صدر قرار بإلزامية إدخال المرأة في جميع مجالس الإدارات. وكذلك شاركت صالحة غابش المدير العام والمستشارة الثقافية في المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حيث شددت على ضرورة وجود فكر داعم للمرأة، مؤكدة على أن الفكر الحكومي يوفر الدعم، بينما أكدت على أهمية تنمية فكر المجتمع والأسرة تجاه المرأة. أما عن جهود الحكومة الإماراتية ودور المنتدى في دفع المرأة، فقالت أمينة صلاح من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تصريحات لإفي إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يركز في جميع دوراته على جميع فئات المجتمع منها المرأة والشباب. يذكر أن حاكم الشارقة افتتح الأربعاء الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت شعار تغيير سلوك تطوير إنسان بمشاركة 70 خبيرا عالميا في مجال الاتصال الحكومي.